الوزير الأول لوزير المالية الجزائري كشف عن خطة لتسريع مصاري عصرنة أنظمة الدفع بتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 بمعدل موزع آلي لكل 5000 نسمة، مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع. وعليه سطرت الحكومة برنامجاً عملياتياً يهدف إلى تسريع مصاري عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني المناسب وكذا المنشآت والأجهزة المتعلقة بأنظمة الدفع في إطار سعيها إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر، وتوفير موزع آلي لكل 5000 نسمة، مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع. فضلاً عن ذلك سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير 10,000 خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات.